أما بخصوص بناء قواعد البناء الجغرافية من ملف أوتوكاد، ضروري جدا يكون عندنا ملف أوتوكاد جيد، فيش فيه مشاكل قدر المستطاع. فإحنا نقوم في بناء بيانات جغرافية من خلال ملف أوتوكاد. نقوم بفتح ملف الأوتوكاد أولا قبل التحويل إلى طبقات ArcGIS Pro. موجود عندنا هذا الملف، ملف الأوتوكاد. نتأكد من الطبقات الموجودة، نروح على Layer Properties. في عنا طبقة القطع، في عنا أرقام طبقة القطع أو أرقام القطع، في عنا طبقة خاصة بالشوارع. لو قمنا بإلغاء جميع الطبقات ما عدا الشوارع، بظهر عنا بهذه الطريقة أو بهذا الشكل. نرجع الطبقات. أهم نقطة في تحويل الأوتوكاد إلى ArcGIS Pro نظافة ملف الأوتوكاد، بمعنى يجب أن يكون جميع الطبقات ممتازة وفيش فيهم مشاكل. فمثلا إذا بدنا نحول طبقة قطع الأراضي إلى طبقة بوليجون، ضروري أن يكون حدود المضلع أو قطعة الأرض تكون مسكرة، عندنا البوليلاين مسكر، فهيك بتم تحويله لطبقة بوليجون. أيضا في عنا رقم قطعة الأرض، وهي اسم الطبقة الخاصة بأرقام القطع. نتأكد أنه جميع أرقام القطع السنتر تبعهم او المركز تبعهم داخل حدود القطع المطلوبة او اللي بدنا نعطيها هذا الرقم. وبعد التحقق من صحة وجودة بيانات ملف الاوتوكاد، نرجع على برنامج ArcGIS Pro ونروح على مكان حفظ ملف الاوتوكاد. بنشاهد ملف الاوتوكاد بهاي الصيغة او بهاي الايقونة، بنقوم بفتحه. في عنا عدة طبقات في ملف الاوتوكاد. طبعا احنا اللي بهمنا طبقتين، طبقة النصوص او الكتابات وطبقة البولي لاين. اما باقي الطبقات في دروس متقدمة ممكن نستخدم البعض من هذول الطبقات، لكن عشان نحول بيانات من اوتوكاد الى ArcGIS Pro بلزمنا اهم اشي في المرحلة الاولى كاساسيات طبقة الكتابة او النصوص وطبقة البولي لاين. لكن إذا أنا قمت في إضافة جميع ملف الأوتوكاد، نقوم بإضافته، فهيك بتم عنا إضافة الكثير من الطبقات، وبصير في عنا طبقات إحنا ما بدنا نستخدمها في التحويل تمت إضافتها، لذلك إحنا بنرجع عن إضافتهم، وفقط بنروح على طبقة النصوص وطبقة البلو لاين بنقوم بإضافتهم. طبعا قبل ما أضيفهم بدي أقوم بإلغاء جميع الطبقات، فقط بدي أخلي ستادي إيريا، بحدد طبقة النصوص والبلو لاين، رايت كليك إضافة لهاي الخريطة. هيك احنا بيظهر عنا شكل الأوتوكاد. هنقوم بتحويله إلى ArcGIS. في عنا أداة موجودة في التول بوكس بتحول لنا الفيتشر توبوليجون، نقوم باستخدامها. طبعا أي طبقة أوتوكاد بنضيفها احنا على البرنامج نقدر نفتحها، وبيظهر لنا طبقات ثانوية موجودة داخل هاي الطبقة. طبقة النصوص، في عنا النصوص فقط موجودات على طبقة واحدة، يعني لو أنا كنت بإلغاء طبقة البلو لاين، تشغيل البارسل انوتيشن، تشغيل بعدها النصوص الخاصة بالطرق، بيظهر بهذا الشكل. أما الطبقة الأولى، هاي الطبقة الأولى بتضم الطبقتين مع بعض، هيك احنا ضفنا الطبقتين مع بعض، وهون بكون بالتفصيل لاسم كل طبقة. اما طبقة البولي لاين بنفس الطريقة، بكون عندنا جميع الطبقات، في عندنا طبقتين بولي لاين، والطبقة هاي بتكون جامعة الطبقتين مع بعض. يعني هيك كنت بتشغيل البولي لاين. لو شغلنا الرود، هي عندنا الشوارع، نغلقهم ونشغل قطع الأراضي بدون الشوارع. إذا نشغلهم التنين مع بعض نستخدم هاي الطبقة. طبعا هذا الشيء باي ديفولت، أي ملف أوتوكاد إحنا بنضيفه هيك بتكون بيانات أو هيك بتظهر البيانات، عشان نقدر نحلل هاي البيانات ونحولهم. إذا بدي أنا أقوم بتحويل فقط البارسلز، بقوم بتشغيل البارسل واستخدامه في الأداة التحويل.
أما إذا بدي أحول القطع والطرق مع بعض بنفس الطبقة يطلعوا، بستخدم هاي الطبقة اللي بتجمع جميع الطبقات الموجودة داخل ملف الأوتوكاد. طبعا لو ملف الأوتوكاد في عنا 20 طبقة، والله هذا عنا هون 20 طبقة، لكن بما إنه نرجع على ملف الأوتوكاد في عنا 3 طبقات، واحدة منهم نص، فبيظهر عنا فقط هدول الطبقات. نرجع على ArcGIS Pro، بنروح على التبويب الخاصة بالفيو، بعدين بنروح على صندوق الجيو بروسيسنج المعالجة الجغرافية، بنروح على صندوق أدوات اسمه Data Management Tools، بنروح على التول ست الخاصة بالفيتشرز، وعندنا أداة اسمها فيتشر توبوليجون. طبعا الفيتشر توبوليجون احنا بنقدر نوصلها بطريقة ثانية من خلال البحث عن طريق الاسم في هذا الشريط او هاي القائمة، بنكتب فيتشر توبوليجون. ظهر عندنا اول خيار الموجود بصندوق الداتا مانجمنت تول، وعندنا وصف لهاي الاداة، نختارها الأداة. أنا فقط أقوم بتحويل قطع الأراضي بدون الطرق، يعني طبقة البارسل، بالإضافة لأرقام القطع. أرقام القطع موجودين في هاي الطبقة فقط، اسمها بارسل أنوتيشن. في الخيار الأول الانبوت فيتشرز نقوم بإضافة البارسلز، نقدر طبعا نضيف كمان طبقة، لكن أنا فقط بدي طبقة قطع الأراضي. هون مكان الإخراج الاسم ومسار الحفظ، عندنا الليبل فيتشرز، يعني إذا في عندنا طبقة نصوص بدنا نرفقهم أو نضيفهم كبيانات وصفية للمخرج، بنضيف طبقة الأنوتيشن في هذا المكان. نقوم بالسحب والإفلات، بعد إدخال جميع المدخلات نضغط على Run، فبظهر عندي طبقة الأوتوكاد بهذا الاسم، نعملها Right Click وAttribute Table. بكون في عنا الكثير من الحقول، لكن احنا هاي الحقول ما بتهمنا، بهمنا حقل واحد موجود في آخر الحقول اسمه Text Memo، موجود عنا هون آخر حقل، هذا الحقل اللي بيتم فيه أخذ الأرقام. طبعا إذا قمنا إحنا بترتيب بيانات أو قيم هذا الحقل، في عنا قيمة هون غير ظاهرة، نقوم بتحديدها، نعمل زوم إن عليها، نلاحظ إن هاي القطعة أصلا ما في عليها أنوتيشن، لذلك ما تم تعبئة هاي القيمة. لكن لو رحت أنا على الأوتوكاد وادخلت هون اي قيمة، ندخلها مثلا برقم 99، نعمل حفظ، نرجع على البرنامج ArcGIS Pro، بنعيد هاي العملية، نعيدها سريعا، نعمل Run. بعد ما نخلص نفتح الطبقة اللي ظهرت، نفتح الأتريبيوت الخاص فيها، نروح على آخر حقل اللي هو موجود فيه فقط أرقام، نلاحظ ظهر عندنا الرقم 999 اللي هو آخر رقم موجود عندنا. هيك احنا قمنا بتحويل ملف أوتوكاد إلى ArcGIS Pro بكل سهولة بدون ولا أي مشاكل. ممكن تواجهنا احنا مشكلة، خلينا نتطرق لها سريعا. في حال كان ملف الأوتوكاد النص الموجود عندنا خارج مركز البوليجون، مثلا هاي المركز هذا موجود عندنا هون، عندنا الرقم 14 موجود خارج حدود هاي القطعة، فإذا قمت بتحويله مش راح يتم إرفاق أو نقل القيمة 14 على هذا البوليجون. وبنفس الطريقة احنا بنقوم بتحويل الشوارع او الطرق مع وصف عرض الطريق. بدنا نرجع على ArcGIS Pro، نستخدم هاي الاداة كمان مرة، لكن بنقوم باستخدامها على
طبقات الطرق، عندنا الطرق تقوم بإدخال الـ Input Features والـ Label في هذا المكان النص، نعمل Run، نخفي طبقة الأوتوكاد، ظهر عندنا طريق أو مجموعة طرق، نروح على آخر حقل. طبعا هذا الفيتشر تم تحويله عن طريق الخطأ، فضروري جدا نتحقق من مخرجات الأوتوكاد بعد تحويله، نعملها ديليت، نرجع نرتب هذا الحقل. في عندنا أكثر من حقل بيتم وضع الداتا عليه أو البيانات الوصفية عليه، مثل هذا الحقل أو الحقل الأخير. طبعا جميع هذول الحقول اللي ظهروا عندنا احنا ما بدنا اياهم، نقدر نستخدم أداة اسمها delete field. نرجع على صندوق الأدوات، نروح على نفس هذا المجموعة اللي هي data management tool، على مجموعة الحقول ونختار delete field، نسحب هاي الطبقة ونقوم بحذف جميع الحقول ما عدا آخر حقل، هاي select all لجميع الحقول، ونشيل الحذف على آخر حقل، نعمل run. فبتم عنا حذف جميع الحقول ما عدا الحقل المطلوب أو اللي بدنا إياه. طبعا أنا بقدر أضيف حقل جديد أسميه أي إشي، أي تيست، وأخليه فقط من نوع أرقام، نعمل سيف. وهذا الحقل اللي كنت بإنشائه، وبعدها نقوم بالكتابة يدويا. في عنا هذا عرض الطريق 4 10 6، اللي 0 الغير منتظم، 3 وهذا برضه 0، وآخر قيمة 8. أنا هيك قمت باستخراج قيم جديدة من الحقل اللي تم تحويله من الأوتوكاد.